التأشير السياحي اللي توفى ده وعاملين له المرشد السياحي اللي توفى النهارده ده وعاملين له معاش 100 جنيه واصحابه بيلموا له فلوس، ده ذنبه ايه برضه؟ لا ملوش ذنب طبعا، محدش قال ان ده له ذنب ولا حد قال ان دافع عن قتله. اما موكلك هو اللي قتله يعني في مش هو لا بيصبح موكل، ربما يرفض يعني في النهايه الموكل من حقه ان هو يرفض او يقبل المحامي اللي طبعا الدفاع عنه، يعني حتى هذه اللحظه هو لم يصبح موكلي وممكن يقول لا انا مش عايز طارق العوضي وانا عايز محامي تاني. لكن انا ده اعلان من داخلي مني انا ان انا مستعد للتطوع للدفاع عن ده، ليس تأييدا للفعل اللي تم ولا تحريضا عليه، ولكن رسالة للجانب الاخر ان كفاية توقفوا عن هذه الممارسات والتزموا بالقرارات الشرعية الدولية، لان ممارساتكم الاجرامية في الاراضي المحتلة هي التي اوصلت الحال الى ما انتم فيه الان وما نحن فيه الان. وهو الرساله انه احنا هنبقى نقتل الناس لما يجوا عندنا؟ لا دي انا بتكلم على رسالتي انا كمحامي، ان انا بقول ان انا وانا بدافع عن ده بوجه لكم هذه الرساله. لا طبعا من دخل مصر فهو امن، مصر بلد الامن والامان والجميع امن على نفسه فيها، ودي مش ظاهره موجوده عشان خاطر نقول الجمله اللي حضرتك قلتها ديت، لا ده حادث فردي بيتكرر كل 10 سنين 15 سنه، اول مره يبقى جوه مصر وفي مواجهه اشخاص بعينهم، وحادث ما حصلش قبل كده ان يبقى جوه الاراضي المصريه يحصل مثل هذه الحوادث. لا مصر امنه تماما. ما هو استاذ طارق انت عارف انا بحترمك قد ايه وعلاقتنا جيده الحمد لله قد ايه، ولكن لما يجي محامي بحجمك ووزنك يقوم بالدفاع على واحد قتل عزل وقتل ايضا مواطن مصري، دي بتدي وزن يعني ما مش المفروض يكون موجود، يعني مش المفروض ان احنا نؤيد هذا الامر. انا فاهم ان هو لازم حتى لو ملوش محامي المحكمة بتوكل له محامي، انما لما حضرتك بوزنك بمكانتك جوه نقابة المحاميين جوه الحياة القانونية جوه الحوار الوطني جوه كل هذه الاشياء تقوم بهذا الامر، انت بتبعت رسالة ان انا بدافع عن حد قتل مدنيين عزل في مصر ومنهم واحد مصري. اصل احنا لو قلنا هذه الرساله في عموميتها فعلينا ان يعني نلغي مهنه المحاماه تماما. المحامين اللي بتدافع عن تجار المخدرات ده معناه انهم يعني يؤيدوا تجاره المخدرات او يحرضوا عليها. المحامين اللي بيدافعوا عن الست اللي بتقتل جوزها ده معناه ان بيقولوا للستات اقتلوا ازواجهم. لا بالتاكيد لا، في الحق المجرد ده حضرتك متطوع يا استاذ طارق. المحاميين التانيين دول بيتم توكيلهم، حضرتك متطوع، ما حدش بيتطوع عشان يدافع عن تاجر المخدرات. لا حضرتك المحامين بيتطوعوا في قضايا كتير جدا، لا حتى بما فيها القضايا الجنائيه،